السلام عليكم. اليوم راح نتكلموا على الانفرسور موتوريزي. الانفرسور موتوريزي سوكو ماك. فوالا، الانفرسور هذا يقلب لنا دو سورس، تقدر تكون سورس تاع جروب الكتروجين وسورس صونا غاز، ولا لي دو سورس صونا غاز، ولا لي دو سورس جروب الكتروجين. ليسونسييل يلحقوه دو سورس يقلبها. هنايا هاولي كلانفرسور فيه دو بارتي، فيه لا سورس نيميرو 1 ولا سورس نيميرو 2. هايليك هذه الدخله، هذه الخرجه، ولا نفرضوا هذه الدخله وهذه الخرجه ما يهمش. وهنا ثانيك لا دوزيام سورس، هذه الدخله هذه الخرجه. هذيك فيما يخص لا بارتي دو بويسونس، دارة الاستطاعة، دارة التحكم تاعو فيها الكونترول وفيها لوكسيليير. الكونترول عندنا كوما هنايا، يبعث هنا، كي تبعث من لهنا هذا زيرو، معنتها ما يخدمش. تبعث للان يجوز لا سورس نيميرو اون، تبعث للدو يجوز لا سورس نيميرو دو. وعندو منا لاليمونطاسيون، بيان سور لازم يكون اليمونتي 220 باش يخدم. وعندو لهنا المود هنا مانيوال ولا اوتوماتيك ولا كادنيه ما يخدمش. دونك حنا الا درنا مود مانيوال لازم نخدمو بالمانيفال تاعو هنا ونبدلو، ولا درنا اوتوماتيك لازم نخدمو هنا بلي كوموند هذا. ردوا بالكم دي فوا يكون هنا مانيوال، ومن بعد يجيه الاوردر من لاكارت هنا، لاكارت هنا تشعل لك اوتوماتيك وتبعث الاوردر. بصح الانفرسور ما يقلبش، يعني الجروب يكون نايض ما خرجش تريسيتي. يقدر هنا اذا كان مود مانيوال هنا ما يخدمش، لازم يكون هنا اوتوماتيك باش تبعث انت الاوردر دو ديماراج هنا. دونك هنا نسيوه، نديرو ان سي، نديرو هنا لا كونتينيتي. عندنا نحكمو الدخله والخرجه تاع ان سورس، فوالا. دونك هنا نشعل ماليمونتي، هنايا ندير لاخر شانتي من الان كوما مع لاسو، هذه لاسورس نيميرو اون. انا نمشي لاسورس نيميرو اون، لا هنا هاو يخدم. كي نحب نطفيه نعاود ندير زيرو يطفى، انا هكذا شعلته. دوكا نروح لا سورس نيميرو دو، هنا انشنتي لا سورس نيميرو 2، فوالا هاو يخدم. هكذا كي نديرو في الزيرو بيان سور يطفى. وهادو لي زوكسيليير تاع لي زالارم، باش انا باسكو كي تكون لا سورس اون تمشي تغلق لك هنا، تحب دير ان فوايون ولا ترجعها لاكارت ولا. كي يكون لا سورس نيميرو 2 تخدم تغلق لك كونتاكت هنا ما بين 23 و 24، وكي يكون 0 تغلق لك ما بين 3 و 4. ثاني هنا لازم في لونطري لازم يتشانت، عندك اذا كان دخلت هنا الريزو وهنا الجروب هنا لازم تشانتي بطبيعة الحال باش يخرج لك ليوتيليزاتور. كيما هذا ماركة واحدة اخرى هاو مشانتي، هذا هنا ليوتيليزاتور، وهنايا دخل واحد جروب واحد ريزو. كاين اللي يجي فيه لاشانت بجود بار، كاين اللي ما يجيش. اللي ما يجيش تخدمها سواء بجود بار سواء بلي كابل ولي كوس. فوالا، هذا هو الدرس تاع اليوم، نتمنى استفدتوا معنا. الى درس اخر ان شاء الله. السلام عليكم.